السلام عليكم، معكم مهندسة زينب رفعت جميل. كان لكم كورس سوشينج، هسه وصلنا ال unit 4 اللي هو الـ VLAN Trunking Protocol. هسه ال part 5 انه راح نشرح بيه انه شو اني اقدر اسوي ريستارت للـ revision number. revision number اللي هم انتو تعرفوه بالـ VTB، اذا ما تعرفوه روح تحضروا المحاضرات السابقة. يا الله، اوكي. اول شغله اني شنو عندي طريقتين. يعني الطريقه الاولى انه عم اسوي ريستارت ريفيجن نمبر، اللي هي انه استخدم الدومين نيم. يعني شلون ادخل على السوق طبيعي. هسه هنا الريفيجن نمبر مالتي هنا 10، الدومين نيم مالتي سيسكو. فاجي انه ادخل على الكونفيجريشن، بعدين شو اسوي؟ اسوي الدومين نيم مالتي نتورك مثلا ASM، بعدين ارجع ال VTB domain مالت سيسكو اللي انا شفت حاطه القديم، راح يصير يترست عندي revision number. اوكي، الطريقه الاولى كلش سهله، اللي هي انه فقط انه تغير الدومين نيم، بعدين ترجع الدومين نيم القديم يترست عندك revision number. الطريقه الثانيه اللي هوني استخدم ال VTB مود، اللي هي شنو؟ فهنا انا هسه مو سيرفر مود او كلاينت مود، ان كان سيرفر او ان كان كلاينت، شو اسوي اني؟ احوله المين الترانسبيرنت مود. تذكرون اكبر محاضرة الثانية او الثالثة من حولته الترانسبيرنت مود الشيء صار عندي ريفيجن نمبر 0. اوكي، هسه حولته ترانسبيرنت مود، بعدين ارجع احوله سيرفر مود او كلاينت مود حسب انا شنو اريد للسويتش، راح يترست عندي ريفيجن نمبر. هذا الشيء هسه اشوف لكم اياه على ما تتاكدون بعينكم. اوكي، قلنا شنية طريقتين، يا اما انه استخدم الدومين نيم، يا اما انه استخدم ال VTB مود. هسه ارجع على نفس الشخبطه الان، لا قصدي يعني صغيروني مالتنا. اوكي، مثلا انا راح استخدم هذا اللي هو السيرفر، مثلا هذا، وراح استخدم هذا. مثلا هنا انا راح استخدم الحاله الاولى نيبل. اكبر انت لما تريد تصفر الريفيجن نمبر، يعني اول شغله لازم تفصل الكيبلات تبع الترانك او تسد البورتات تبع الترانك، تسويها شت داون. اوكي، قول انا هيك اسوي، يلا ما يخالف. اوكي، سوي لها شت داون مو تمسحها. عم تتاكد شو في تي بي ستاتس الريفيجن نمبر مالتك 30. شلون هسه عرفته؟ نستخدم الطريقه الاولى اللي هو في تي بي دومين نيم، اللي هو مثلا هنا كلاينت، هنا نتورك. اوكي، من غيرت الدومين نيم شوف شو صار قبل. شو في تي بي ستاتس قبل من غيرته، شوف هنا كان سيسكو الريفيجن نمبر مالته 30، من اجيت غيرته سويت نت صار الريفيجن نمبر مالته 0. اوكي، بس حتى لو انا عندي فيلانات ترى ما راح تمسح الفيلانات اللي عندي اياهن. ارجع في تي بي دومين سيسكو، كلش سهله. دو شو في تي بي ستاتس، رجع سيسكو، رجع الريفيجن نمبر مالتي 0. هاي الطريقه الاولى. اوكي، اجي هنا على هذا السويتش اللي هو بالكلاينت مود، مثلا هو كان كلاينت او كان سيرفر، هنا هستخدم ترانسبيرنت. طريقة ثانية استخدم المودات، نقول شو في تي بي ستاتس ريفيجن نمبر مالتي 30. اوكي، استخدم المود في تي بي مود، اوكي ترانسبيرنت، وهنا كان كلاينت، بعدين حقول له دو شو في تي بي ستاتس، صار ترانسبيرنت والريفيجن نمبر مالتي صار 0. شفت؟ هسه ارجع كلاينت او ارجع سيرفر بكيفي، اقول له دو شو في تي بي ستاتس، رجع كلاينت نفس بس الريفيجن نمبر مالته 0. فهي هاي الطريقتين انت تستخدمها، تريد تضيف تكسب مية باسم دومين ورجع الاسم القديم، تريد تحوله ترانسبيرنت بعدين ترجع كلاينت، راح يترست
يرجع لك صفر وترجع تربطه بالشبكه على مود انه مثلا هذا شو كنت تستخدم هاي الطريقتين مثلا ان كيس انه تذكر بالمحاضره قبلها من قلنا اكو ريسك بالبي تي بي، فانت من طلعت سويتش من الشبكه واشتغلت عليه وضفت فيلانات ومسحت فيلانات تريد ترجع على الشبكه بس شفت الريفيجن نمبر مالته كلش عالي وعندك شنو الطرق اللي تخليه صفر، انه مثلا تمسح الداتا داتا بيس تبع الفيلان فراح يرجع لك صفر ونلو ماكو اي بي تي بي دومين بي، او انه تستخدم هاي الطريقتين انه ترجع وتحافظ على الفيلانات اللي متكونفج بداخله وتسوي ريستارت ريفيجن نمبر وترجع طبيعي بحيث ما راح ياثر على الموجودين، يا ياخذ البيانات الموجوده بهاي الشبكه اللي انا اوريدي حاطتهم. انا هسه مثلا هسه مو هذا صفر وهذا صفر، اجيت مثلا ها ترانسفيرات مال العلاقه هاجي هسه ارجع اربطهم من جديد. المفروض انا اسوي شت داون بس سوري ريفجن نمبر معتهم صفر، ريفجن نمبر معتهم راح يرجع يزداد وناخذ اضيف مثلا فيلانات. من شان صفر يصير هيزداد عندي اوكي صار 33 على البيانات مالته 8 اوكي. اتمنى تكون واضحة وفهمتوا، عايز اساعدكم تركوا لي بخانة التعليقات واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.